اولا كنتقدموا باحر التعازي لاسره الضحيه. للاسف الضحايا ديال لي شارجور غاديين و تيتزادوا. حنا ما عرفناش هاد لي شارجور كيفاش كيدخلوا للبلاد، واش ما كايناش مراقبه، واش ما كايناش معايير ديال الصيرات ديال هاد المواد اللي ولات كتشكل خطر على المواطن المغربي. في ظل هاد الفوضى اللي كاينه في الصيرات ديال المنتوجات الغير المراقبه، فكنصح الناس يعني الا كان واحد يشري شارجور من الاحسن يضحي ويشري شارجور بثمن معقول ويكون كاليتي مزيانه ويكون اوريجينال، احسن من هاد لي شارجور ديال لي شينوا. يكون تيراعي شروط السلامه، وفي اطار شروط السلامه فاحنا في المغرب حتى في المنازل ديالنا ولا في المرافق العموميه ولا فدا ما كاينينش شروط السلامه بتاتا. فإلا وقعت شي حريق ولا شي كارثه لا قدر الله، ما كاينين لا سورتي سوكور، ما كاينينش لي زيكستانكتور، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. الواحد عليه بالوقايه وهذا ما كاين. كنت قدمت التعازير ديال لهاد السيده هذه اللي وقع عليها مسكينه هاد الكريز هذا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وتنحملوا المسؤولية للناس المسؤولين، فين هما هاد المراقبة وفين هما دول تيراقبوا هاد الشارجورات، فين هي هاد اللجنة؟ أنا بغيت نعرف هذيك اللجنة اللي كدوز على الحوانت وكتراقب الجودة وكتراقب المسائل، فين هاد الناس هادو فين؟ لا هاد المسؤولين ديال هاد القطاع ما بقيتش كنشوفهم كاع مرة، حتى في الأعياد ما كنشوفوهمش، ماشي لا في الشارجورات. وراه هادي حالة مزرية هادي. واش الإنسان، أنا كننصح الناس اللي بغا يدير شي شارجور يعاول يزيد شوية ويشري شارجور نقي، ويحاول باش ما يوقعش الافات والضرر اللي تسبب لها العائله ديالو. وهذا المنبر هذا كنحمل المسؤوليه لهاد الناس المسؤولين هادو، اللي اللجنه اللي كيدير سيدنا اللي كتخرج تسهر على المراقبه ديال المواطنين وكذا، فين هاد الشيء؟ واحد تيجي بشارجور مضرب عمر صانعين وشي الواقي فرقع الامه وتيدير له ريكلام تيبيعو، والناس زاد دوز عليهم الاقبالات وكتهز الناس هجوج، واحد ليه واحد لعائلته واحد، المصيبه كحلات. انا كنعطي مهر لهاد الناس المسؤولين ديال هاد القطاع هذا، نوضو يتحركوا شويه ما يبقاوش عاطيوها النعاس والجلاس في البيروات، ينوضو يخدموا على راسهم بحالهم بحال المواطنين. راه سيدنا حاطهم تما باش ينوضو يشوفوا هاد المسائل هادي، ماشي هما كيدخلوا للبيروات كيجلسوا والكومبليات والجلاس وبركه، راه عقنا بهم واش كيديروا هما، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اولا كنتقدموا باحر التعازي للاسره ديال الطفله الصغيره اللي مشات مسكينه ضحيه ديال شارجور ماشي بون كاليتي. ومن هذا المنبر هذا كنصحوا جميع الناس، زعما من الافضل انهم يتوجهوا ويشروا شارجورات في المستوى، واخا غيزيد واحد شويه ديال الفلوس، المهم غادي يضمن السلامه ديالو وسلامه الاسره ديالو. اولا كنقدموا التعازي ديالنا جميع المغاربه كلهم كيقدموا التعازي لهذه الطفله اللي اثرت في قلوبنا على هذا الحدث، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن كنحملوا المسؤوليه لهاد الناس اللي هما كيبيعوا الشارجورات عاديين، لان الشارجورات عاديين كيكونوا خطر كبير في المنازل. لهذا الله يجزيكم بخير، نصيحه لكل المغاربه، يا اما نستعملوا حاجه دوريجين او لا ما نستعملوهاش، كفانا من هاد الابتهالات وهاد الحماق الخاويه. انا بقات في البنت هيبه وكنعزي الوالدين ديالها على الواقعه اللي وقعت لها مسكينه، راه بقات فينا في جميع المغاربه كاملين. وكنقول للشعب المغربي كامل بان اللي خسر له شي شارجور انه يشري شارجور دوريجين، واللي يبدل التليفون وياخذ تليفون جديد وياخذ فيه شارجور دوريجين. اما الشارجورات اللي بقى يتشطر بنادم عليهم، راه تيصدق في الاخر حارق اي ولاده ولا داره ولا رزقه ولا بلاده ولا كل شيء. كنتمنى من جميع المغاربه انهم يشريوا شارجورات دوريجين، وهاد الناس اللي كيجيبوا السلعه يجيبوا السلعه نقيه، ما يجيبوش الزبل. الله يرحم لكم الوالدين، جيبوا الناس جيبوا الناس السلعه نقيه. تنقدموا التعازي ديالنا الحاره لهيبه الخميسات، السبب ديالها اللي هو شارجور شينوا ميتاسيو عادي جدا عند رخصو تتخليه نص السوق. اليوم تحرقات بنت هيبه، حنا كلنا هيبه، غدا غادي تحرق محمد، بعد غدا غادي تحرق شي وزير، ولا غادي تحرق اي واحد، ولا ولد الوزير ولا كيما كان، فهمتي؟ صافي الله يجعل البركه، كفى بركه الخوت والمسؤولين، ديروا خدمتكم وتحملوا المسؤوليه ديال هذيك البلاصه اللي نتوما فيها وبخير وصافي. والناس ديال الجمارك وداك الشيء ديال الميناء دخل دخل دخل، راه بزاف، راه ماشي اللي جات دخل لهاد البلاد هادي، راه هاد البلاد راه المغرب هادي، راه الشرفه والاولياء والناس المزيانه، والله يخلي لينا سيدنا. تنقدموا تعازينا الحاره لهيبه اللي ساكنه مسكينه في الخميسات بسبب شارجور عادي، يا السيده مسكينه لقات الحذف ديالها وكل شيء فهمتيني، الاجل لله ولكن السبب جاء على اي شارجور. فهاد الشيء هذا كنحملوا المسؤوليه كاع المسؤولين. ففي اوروبا مثلا كيكونوا لجنات تيحاربوا هاد الشيء هذا ديال الميطاسيون، حنا داك الشيء ما عندناش هنا كاع
في هذه البلاد هذه. تما اي حاجه ميطاسيون كيتعاقب عليها مول الحانوت كيخلص عليها اي حاجه. هنايا ما كان ما عندناش داك الشيء، وزياده على هذا الشيء هذا، فكنصح انا الناس باللي داك الشيء ديال الميطاسيون ما ياخذوش، يزيدوا شي شويه وياخذوا حاجه دوريجين الا بغاو يبقاو سالمين. فداك الرخص وداك الشطاره الخاويه راه ما عندنا ما نديروا بها، من الاحسن تاخذ شي حاجه كاليتي الا بغيتي تكون. وكلنا هيبه والله يرحمها ويوسع عليها في هذه النار هذه، ما جات مع العواشر وبقات فينا ديك السيده. وهذا الشيء هذا تنطلب من المسؤولين انهم يديروا شي لجنه يحاربوا هذا الشيء هذا ديال الميطاسيون. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.